الأزمة المالية العالمية الراهنة جعل إفريقيا أكثر جذبا، فهي اليوم تحوز على ناتج إجمالي سنوي يفوق 1600 مليار دولار ومعدل نمو غدا يغري أكثر فأكثر المستثمرين المغاربة، برغم أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب وباقي دول القارة السمراء لا يزال ضعيفا ولا يتعدى 15 مليار درهم بحكم القيود التجارية وكذا قوة المنافسة الآسيوية. ليس هناك مشكل بل هو رهان يجب أن نرفعه من خلال تواجد أكبر للفاعلين المغاربة في السوق الإفريقية لأجل الدفاع عن أولويات المغرب ولأجل التعرف على الخطط الكبرى ومكامن قوة إفريقيا وأيضا لأجل خلق تواصل مباشر. في العام 2008 وقع المغرب اتفاقا مع الاتحاد الاقتصادي والمالي لدول غرب افريقيا، وحاليا تجري مناقشة اتفاق اخر للتبادل الحر مع الاتحاد الاقتصادي والمالي لدول وسط افريقيا، وهي جهود يبذلها المغرب لتعزيز التعاون مع هذه الدول التي تمثل سوقا يحوز على 2600 مليار دولار. يجب ان تتم مواءمات دون ان تعيق الفاعلين الاقتصاديين على الشروع في استثماراتهم ورفع الرهانات المطلوبة، وأظن أن المؤسسات المالية المغربية فهمت ذلك واتخذت مبادرات في هذا الشأن، وهم متواجدون الآن بشكل قوي في القارة السمراء. قوة الموقع القاري للمغرب تجعله يقدم سنويا نحو 300 مليون دولار كمساعدات لشركائه الأفارقة، علاوة على التواجد المميز للشركات المغربية بهذه الدول في قطاعات الاتصالات والمالية والتأمين والمعادن، وهو ما جعل المغرب يغزو ثاني أكبر مستثمر في القارة بحجم اعتمادات مالية تفوق 10 مليارات دولار.